Okay, good morning, my dear students. Today we'll be having three lectures to conclude our journey to Mamluks, which are the Circassian Mamluks in Egypt, and then we'll move on to the Ottomans, and then we'll conclude by summarizing all what we have taken so far from lecture number one until today. Who knows this movie? Can be all. My country is under new leadership. Carcosia. I don't think he gets it. في البلد بتاعته اللي هي اللي اسمها كريكيجيا وان هو اصبح بلا هويه وبلا مواطنه وبالتالي اصبح ايه حبيس المطار بتاع نيويورك لا دخل ولا عرف يرجع. الواقع ان هي ليها ارتباط وثيق بنوع المماليك اللي هناخده النهارده اللي هو ايه سيركيجيان مملوك. سيركيجيان مملوكس دول اسمهم المماليك الشراكسه او الجراكسه الاثنين واحد ودول فتره المماليك اللي حكموا مصر في الفتره من 1382 لحد 1517 نهايه فتره المماليك. تاني نرجع نقول ان المماليك حكموا مصر على مرحلتين في مرحله المماليك البحريه ودول اللي بداوا بالظاهر بيبرس وقبليه قطز وقبليه شجره الدر وانتهت بدخول المماليك البرجيه ودول بيبداوا من السلطان برقوق لحد لما نوصل لطومان باي اخر واحد في المماليك الشراكسه او المماليك البرجيه. ليه دول اتسموا المماليك البحريه وليه دول اتسموا المماليك البرجيه؟ حد عارف الاجابه وياخد هابي فيس؟ المماليك البحريه دول اللي كانوا جايين من مناطق تركيه ومناطق قريبه وكانوا بيتربوا في جزيره الروضه. والمماليك البرجيه دول اللي كانوا جايين من جورجيا ومناطق في روسيا وكان شعرهم اصفر وعينيهم ملونه وكانوا بيتربوا في قلعه صلاح الدين على القلعه عشان كده دول جايين بيتسموا البرج ودول بيتسموا البحري. نشأة هم جم ازاي؟ احنا قبل كده اتكلمنا قلنا المماليك دول كانوا بيخدموا في الجيوش وكان ليهم خصائص معينه ان هم كانوا بيعلموهم الفقه وبيعلموهم القران وكانوا بيعلموهم الجهاد والفروسيه وكانوا بيفضلوا طول عمرهم عايشين في خدمة الهدف بتاعهم ده هو وكانوا بيكونوا مشترى يعني ناس مشترينهم من الأمراء وكانوا بيخدموا في الأول في جيش صلاح الدين الأيوبي أو الأيوبيين بصفة عامة لحد لما قدروا بانتهاء آخر واحد هو اللي هو صالح نجم الدين أيوب إن هم يتوصلوا إن هم يحكموا البلاد عن طريق شجرة الدر والزواج منها ثم بعد ذلك الاستقلال بمصر. وكنا قلنا إن كان في مشكلة فقهية بالنسبة لإن ناس مهماش أحرار يحكموا البلاد وكان الشرط الفقهي إن هم لازم يحرروا نفسهم الأول زي ما يكونوا إيه يشتروا نفسهم من نفسهم. دول جايين من شمال غرب القوقاز اللي هي النهاردة في روسيا وحكموا مصر على فترة 21 سلطان من 1382 لحد 1517 يعني حوالي 135 سنة. فضلوا هم الطبقة الحاكمة في مصر أو الطبقة الأرستقراطية لحد يمكن النهاردة وهتستغرب لما تعرف إن في كتير من الناس اللي عايشين وسطينا من الطبقات الأرستقراطية ما زالوا ينتسبوا إلى المماليك البرجية دول. من ضمنهم تتخيل مين؟ كل الشخصيات اللي أنت شايفها دول طبعا زبيدة ثروت فوزية الأميرة فوزية رشدي أباظة هند رستم مريم فخر الدين حسين فهمي نجلة فتحي ليلى فوزي كل دول من روافد المماليك البرجية اللي حكمت مصر لحد النهاردة. أول واحد حكم فترة المماليك البرجية وهو مين؟ سلطان برقوق. طبعا لما بنيجي نقول ليه اتغيرت تركيبة المماليك في مصر من مماليك بحرية إلى مماليك برجية هتبتدي القصة دي من أيام السلطان قلاوون اللي هو عمل المجمع اللي في شارع المعز بدأ يجيب مماليك من منطقة القوقاز ومنطقة جورج زي ما قلنا لسبب أن معظم المماليك البحرية اللي هو منهم كان بدأ يحس منهم بالغدر وبدأ يحس منهم بعدم الاطمئنان فكان عايز يغير التركيبة بتاعت المماليك اللي موجودة في الجيش عنده علشان يقدر ان هو يعمل بالانس ما بين اتباعه اللي هم ممكن يتمردوا عليه وما بين النوعيه الجديده اللي هو جايبها. دربهم في القلعه بعيد عن المكان اللي كانوا بيتدربوا فيه، قعدوا يكبروا ينتشروا ويقوا لحد لما وصلوا 3700 فارس من المماليك البرجيه. في عهد اخر واحد خالص من المماليك البحريه كانت ساعتها السلطان او ساعتها الامير برقوق
1378 كان وصل إلى رتبة أتابك، ورتبة أتابك دي في الجيش تعني رئيس الأركان، فكان يعتبر أنه هو أعلى رتبة في الجيش وقتها. لما السلطان الصغير المماليك البحرية مات، عمل نفسه أنه هو مش مهتم في الحكم، وأعلن أن العيل الصغير اللي اسمه الأمير حجاج كان عنده 11 سنة هو ده السلطان. الناس قالوا له ما ينفعش تسيب عيل صغير يحكم، تعال أنت أحكم. قال لهم لا، أنا مش من الطبقة دي ولا من النوعية دي، ولا أنا عايز أحكم ولا أي حاجة، أمير حجاج ده سلطان. وبعدين خلال الفترة دي بدأ يلمع صورته وسط الناس، وبدأ يحسن من منظره، يعمل خدمات ويحبهم ويقول لهم أنتوا. بدأ السلطان الصغير ده يعك الدنيا، والدنيا باظت خالص. فراح جمع كل العلماء والفقهاء وكبار البلد وقال لهم يعني ينفع نجي يسيب عيل صغير كده يبوظ الدنيا؟ شوفوا لنا يا جماعة حل. فقالوا له خلاص، ما احنا قلنا لك تعالى امسك انت الحكم وخلاص. فقال لهم طيب خلاص، انا ما عنديش مانع ان انا ايه امسك الحكم. وبالتالي اصبح ان السلطان برقوق اول واحد من فصيلة المماليك البرجية اللي يصل الى ايه. الى اول حاجة هنتكلم عنها في المماليك البرجية اللي هو الخنقاة بتاعة الناصر فرج ابن برقوق. مين فرج ابن برقوق؟ طبعا فرج ابن برقوق هيكون اكيد ابن السلطان برقوق اللي هو كان أول واحد حكم في فترة المماليك البرجية. فالسلطان فرج ابن برقوق عمل حاجة اسمها خنقاة، هنتعرف يعني إيه، في حتة اسمها القرافة الشرقية حوالي سنة 1400 ميلادية، يعني حوالي 18 سنة بعد أبوه اللي هو برقوق. الحاجة التانية اللي هناخدها اللي هو المدرسة بتاعت قايتباي برضو في نفس المكان في القرافة الشرقية. وفي الآخر خالص هناخد الأثر بتاع مجمع الغوري، السلطان القنصوه الغوري اللي موجود في شارع المعز. تقريزي بيتكلم على فرج ابن برقوق ده، لو احنا كنا فاكرين ان السلطان حسن يعتبر قصته يعني قصة مثيرة او قصة تعيسة، فبيتكلم على فرج ابن برقوق على انه هو the most tragic king of Egypt. What is the خنقاء؟ اقرأ كده يا سيف. Designed specifically for gathering of a Sufi brotherhood or tariqa, often served as hospices for salik, لو Sufi travelers. ده زي خان يعني بي بي بيعلو فيه. And Islamic students. خنقاء are very often found adjoined to shrines of Sufi saints, mosques and madrasas, Islamic school, mosques and madrasas. يعني كل شيخ وله طريقة. يبقى المثل ده جاي من ايه؟ من الطرق الصوفية، يعني بتسمع دايما في الاخبار ومش عارف ايه شيخ مشايخ الطرق الصوفية. ايه هي الطرق وايه هي الصوفية؟ حد يعرف؟ عبر عن ان كل واحد من شيوخ الطرق الصوفية بيحاول ان هو يعني يصف الى المريدين بتوعه. مثلا طريقة الحمدية الشاذلية اللي هم ليهم جامع في المهندسين، وطريقة أنت لازم تقعد تستغفر مليون مرة وتعدهم، أنت لازم تقعد تسبح 100,000 مرة ومعك سبحة كبيرة قوي كده قد الأوضة، توصل في الطريقة بتاعتك إلى أنك تتعبد. فعشان كده عندك كلمة سالك، السالك اللي هو إيه؟ سالك على الطريق، مش سالك اللي هي الطريقة اللي موجودة في دبي عشان الرادار والكلام ده، اللي هو صوفي ترافلر. والطالب اللي هي جات منها بعد كده كلمة طالبان في أفغانستان وباكستان، اللي هو إسلاميك ستودنت. فالخنقاء ما هي إلا مكان لإقامة واستضافة السالك اللي هو على الطريق، علشان يقعد في حتة بعيدة منعزلة ويتقرب فيها إيه من ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيتتبع تاريخ عواصم وأماكن مصر هيبتدي من الفسطاط، ثم القطائع، ثم القاهرة. هنبص نلاقي من ساعة لما اتعملت القاهرة واللي كان فيها جامع الأزهر، إن المماليك هم الوحيدين تقريبا اللي حكموا مصر اللي ما عملهمش ايه عاصمه جديده. فجت الفكره ان هم يعملوا مكان غالبا مسميينه شرق القاهره، علشان كده شرق القاهره الفاطميه، علشان كده ساعات بيسموها القرافه الشرقيه، او ساعات بيسموها القرافه الشماليه لانها شمال ايه، شمال الفسطاط. ف sometimes it's considered to be east of Cairo and sometimes it's north of فسطاط. So hence it's sometimes called either the Eastern or Northern Cemetery. Originally المنطقة دي كانت بتستخدم للتمارين العسكرية والاستعراضات، لكن لما المماليك اكتشفوا ان ما لهمش اي مشروع عمراني محترم
ففكروا ان هم يطوروا المنطقه ده. كان عندهم شيفت شويه في العقيده، يعني فكره الخانقاه واماكن التعبد والقرب من الصوفيه ما كانتش منتشره قوي في المماليك البحريه، بالعكس كان بيعملوا مدارس صح فيها الايوانات الاربعه وفيها المذاهب الاربعه، ويعملوا السلطان حسن وبيعملوا المجمع قلاوون، لكن ما كانش فكره الايه التقرب الى الصوفيين دي حاجه مهمه قوي. في الصوره دي هتلاقي من الخلفيه في سور بتاع مجرى العيون اللي جاي من على النيل ولافف وماشي قدامك اللقطه دي من تحت، ده الشارع، ده شارع صلاح سالم، واحنا كده بناخد لقطه بنبص فيها من على قمه جبل المقطم على المنطقه بتاعت ايه القرافه الشرقيه او الترب او المدافن اللي انت شايفها ده. كانت الرغبه في ان هم يعملوا منطقه فيها لارج ريزيدنشال اريا، يكون فيها باث حمامات وفيها بيكريز مطاحن وفيها اماكن للطحن الدقيق وغرف للفندقه واليز، يعني بالمعنى العصري تجمع الخامس الجديد، منطقه فيها كل الخدمات المدنيه. لكن في واقع الحال المشروع ده ما نجح. السلطان فرج ابن برقوق، يعني ابن برقوق، كان عايز يعمل مكان يدفن فيه ابوه، لان كان دايما ابوه اللي هو السلطان برقوق عايز يدفن جنب الشيخ الصوفي بتاعه، وهو ما لحقش يبني الجامع المكان اللي هيدفن فيه، فابنه كمل الوصيه دهيه وعمل له الضريح المزدوج بتاع السلطان فرج ابن برقوق. ليه بنقول عليها It's a city for the living and the dead؟ لأن المنطقة دي بعد لما فشلت إن هي يتم تطويرها عمرانياً وتصبح إنها تجمع خامس للمماليك، تحولت أكتر إن هي مكان لمعيشة المصريين اللي ما لهمش مأوى ياخدهم. فأصبحت الأفلام المصرية دايماً بتتناول قصة الناس اللي عايشة وسط المدافن، لأن على أقل تقدير المنطقة دي فيها سقف وفيها غرف وفيها أماكن للإقامة، وبالتالي ان هو ايه احسن من العشش الصفيح او الخيم او العيشه في المراكب للناس اللي هي بلا مأوى. فاصبحت في ناس كتيره جدا اولادها واحفادها عايشين معاهم في وسط الغرف وفي وسط الترب، وعلشان كده في كتب السياحه الاجنبيه لمصر هتلاقي من ضمن المزارات انك تروح القلعه وبعدين تاخده تو ذا سيتي اوف ذا ديد. ذا سيتي اوف ذا ديد اللي هي مقصود بيها المنطقه اللي احنا ايه بنتكلم عليها ده. سنه 1826 ادي اول تصوير للايه للمسجد، زي ما انت ملاحظ كده ان هو فيه سيمترية وان هو فيه مدنتين شبه بعض وقبتين شبه بعض، واضح جدا السيمترية في اللقطة ده هي. تمام. وبعدين في عندك 1902 ادي الحال اللي قال اليه، اصبح ان هو مهدم تقريبا ومتصلب بسندات من الجنب علشان الحيطان بتاعته وقع، المآدن معظمها انهار، لحد لما جه مين اللي اوكي. يبقى نرجع نقول why is it called twin features, because it has two of everything, two minarets, two twin domes, two burial chambers, two سبيل and كتاب and twin portal. زي ما انت شايف في عندنا مدخل A من هنا وعندنا مدخل B من هنا. جزء رقم 4 ده اللي انت شايفه عامل زي ما يكون طرقة الفندق، وعلى يمينك وعلى شمالك في غرف صغننة، فهي دي الغرف اللي كان بيقعد فيها الطلاب بتوع الطرق الصوفية، فقاعدين بيتعبدوا، قاعدين بيبصوا على منظر الصحراء من بره. ايوان ستايل ولا هايبو ستايل ستايل؟ الا ان هو كخنقاه مش ماشي على الطراز التقليدي بتاع المماليك، اللي هو يعمل زي المماليك البحريه، يعمل ايوان في 4 مدارس، هو عامل سبيل وكتاب. ده ما كانش ظاهر في سلطان حسن مثلا، فالسبيل والكتاب أصبحت من السمات المنتشرة جدا في عهد المماليك البرجية. يعمل السبيل تحت اللي هو السبيل مكان لشرب المية، والكتاب اللي هو مدرسة تحفيظ القرآن وتعليم القراءة والكتابة للأطفال في الدور الفوقاني في الجاليري. احنا عندنا الأرشات هنا محطوطة على عمدان ولا على أكتاف؟ على أكتاف. والنوع بتاعها سيمي سيركل ولا بوينتد؟ لا بوينتد. بوينتد. يبقى على طول تخلي بالك من الخصائص بتاعه الخنقاه ده: اركيدز اون بيرز، هايبو ستايل بلان، سبيل اوفر كتاب، بوينتد ارشز. وعندك كمان اهم حاجه لاحظوها ان الطريقه بتاعه انتقال القبه الى السطح اللي هي الطريقه اللي معموله كونكيف وكونفكس، كونكيف وكونفكس، فالمثلث اللي هو بيشيل المتمن ويحوله الى مربع متزخرف بالطريقه اللي عامله زي امواج البحر ده. فالاطفال ما يجروش في الشارع،
بالظبط هابي فيس. دلوقتي انت عايز تخش تشرب بق ميه وتخرج، هل محتاج ان انا اطلعك السلالم واوصلك للدور الثاني عشان تشرب الميه؟ الناس اللي هي العوام اللي عايزه تاخد خدمه سريعه وتخرج لازم اعمل لها الخدمه جنب الباب، فخش من على الباب اشرب الميه واخرج. انما اللي جايين يحطوا اولادهم في المدرسه او يحطوهم في الحضانه لازم يحطوهم في مكان امن وما يقدرش ان هو يجري يمين ولا شمال ولا ينزل، فيطلعوا السلم يحطوا في البلكونه القاعده اللي فوق دي ويبقى في حد بيراقب السلم بحيث ان هو ايه يبقى قاعد مطمن على اولاده. فدايما تلاقي ان الكتاب فوق وايه والسبيل تحت، ودايما هتلاقي الشكل بتاعهم كده اولموست، ان دايما الكتاب بلكونه وفيها قرشات ومتغطيه بمظله والسبيل عباره عن شباك مزخرف من تحتيه على طول، سبيل وكتاب. اللي موجوده فوق تراي ليف اللي هي عامله زي ورقه الشجر الثلاثيه، شايف؟ ودي بقت ايه منتشره جدا في عهد المماليك. الحاجه الثالثه اللي هو التراي لوبد، البوابه التراي لوبد، لو انت بصيت على البورتل هتلاقي ان هو معمول من ثلاث فصوص زي ما ورقه الشجر من ثلاث فصوص، فدي بتختلف عن البوابه بتاعه السلطان حسن اللي كانت عامله زي هرم او مثلث وفيها قبه صغيره. شايف الفرق في السكيل بتاعه السلطان حسن وما بين فرج ابن برقوق؟ صحيح هو عايز يقلده يعمل بوابه ضخمه، بس هل دي تساوي ال 34 متر اللي كانت موجوده في السلطان حسن؟ طبعا ايه مختلفه جدا، السكيل بتاعها مختلف والشكل بتاعها ايه مختلف. ادي مره تانية بنبص على التقسيمه الداخليه بتاعه فرج ابن برقوق، بتخش من المدخل ده بتلاقي اللي عندك السبيل والكتاب فوق بعض، وبعدين بتخش في الطرقه على ساحه كبيره جدا كورت يارد محاطه بمجموعه من الاروقه، الاروقه دي متشاله على اكتاف والاكتاف عليها بوينتد ارش، وبعدين عندك الغرف بتاعه السالكين او الطلاب بتوع العلم، وعندك الضريح الرجالي والضريح النسائي، وعندك الرواق بتاع الصلاه اللي عليه مجموعه من الابب المدوره بالمنظر ده. تلاحظ ان انت عندك في الواجهه هنا فرق ما بين لما كنت بقول لك from grandfather to son، ادي شكل التفاصيل بتاعه الشبابيك في عهد السلطان قلاوون، وادي شكل الشبابيك في عهد ايه في عهد فرج ابن برقوق. مره تانية نبص برضو على المقارنه دي، الكنريشنز اللي هي المثلثه اللي هي عامله زي سلاح المنشار في السطوح بتاع قلاوون، وادي عرايس السماء اللي موجوده في جامع او خانقاه السلطان فرج ابن برقوق. فطبعا دي اللي بيسموها تراي ليف اللي هي ورق الشجر المثلثه، ودي اللي بيسموها ستيبت كرينيليشن، ستيبت يعني مع مدرجه يعني زي السلالم اللي موجوده في قلاوون. ليه بقى كانوا بيقولوا على ان السلطان فرج ابن برقوق ده كان اتعس حاكم في تاريخ مصر؟ اولا فرج ابن برقوق اخذ الحكم عند سن 11 سنه، يعني سبحان الله ابوه لما عمل عزل وشال العيل الصغير اللي كان اسمه الحجاج ده ونصب نفسه مكانه عشان كان عنده 11 سنه، ايه كما تدينه ايه تدان. فلما كان عنده 11 سنه شاله، فابنه بدا الحكم بتاعه وهو عنده 11 سنه. الخنقاه بتاعته استغرق بناءها 11 سنه، في الفترة دي تم عزله من الحكم وعودته إلى الحكم مرتين، يعني he was dethroned twice, marked by anarchy, chaos, invasions, rebellions in Cairo and endless conflicts with the Emir of Syria, along with plague. حصل زي شدة المستنصرية برضو في عهده، ومجاعة والطاعون والمجاعة دول وصلوا عدد سكان مصر إلى one third، يعني تخيل أن تلتين عدد سكان مصر تم فنائهم بسبب الطاعون والامراض اللي حصلت في ايه في عهد. كل ده وهو لسه ما كانش كمل 23 سنه. لما كان عنده 23 سنه وده يعتبر نهايه حكمه، تم اقصائه من الحكم بعد لما كان يعني اصبح طاغيه وتصرفاته بقت عنيفه جدا مع المعارضين بتوعه، وفي احد المرات مع امراء سوريا دول كان بسبب ان سوريا كانت لسه مماليك بحريه وهو ايه مماليك برجيه وما كانوش راضيين يعترفوا بالسلطنه بتاعته على مصر والشام زي ما كان طول عمر المماليك بيحكموا مصر والشام. ففي الحرب ده هي اللي هي مع سوريا اتهزم اتأثر واتاخد واتحط في قلعه في دمشق، واثناء وجوده في القلعه تم ارسال مجموعه من البلطجيه عليه اختلوه وهو موجود فين في القلعة. And he was killed in Damascus and he never became the ruler of Egypt again. يبقى عندنا فعلا the most tragic king of Egypt. هو مدرسة السلطان قايتباي برضو فين في منطقة القرافة الشرقية. لو احنا بصينا تاني للأماكن
هتلاقي ان الصورة دي بتوضح احنا فين بالنسبة للاتنين دول. عندك ده شارع صلاح سالم اهو، عندك المثلث ده اللي هو فيه مشيخة الازهر، ده اللي بيودي على الحسين الشارع ده، يبقى دي ايه؟ مشيخة الازهر ولا دار الافتة؟ لا متهيألي دي المشيخة. دي مشيخة الازهر. خلاص، على ايدك اليمين هي دي المنطقة اللي كنت بحكي لك عنها، اللي حاولوا يعملوا فيها ايه؟ تجمع وعاصمة جديدة بالمنظر ده. يبقى ادي صلاح سالم وادي الايه؟ الناحية الثانية الاوتوستراد. فالمنطقة المحصورة ما بين الاثنين دول هي دي النورثرن سيمتري. خنقاه فرج ابن برقوق فوق، وعلى بعد مدرسة السلطان قايتباي. ان شاء الله الرحلة اللي جاية هنحاول نزور الاثرين دول. دول بيدخلهم غالبا من الاوتوستراد من هنا. انا كنت بخش من الشارع ده، نركن العربية هنا ونتمشى في الحارة الضيقة دي ونوصل لمدرسة قايتباي. مين هو السلطان قايتباي؟ من 1416 لحد 1496، يعني كان عنده 78 سنة، حكم مصر لمدة 28 سنة منها. وده سيرته غريبة جدا، لأنه هو الحاكم الـ18 من سلالة المماليك البرجية، حكم لمدة 28 سنة، ويعتبروا هم دول العصر الذهبي للمماليك. شركسي، وكان شخصيا من الأمراء الأغنياء جدا، كان ليه الأموال والثروة الخاصة به هو شخصيا، زي ما بنقول إن هو كان أمير قبل ما يبقى سلطان، ويعتبر من الناس الوحيدين اللي حكموا مصر اللي ما كانش فعلا ليه رغبة في الحكم، وما جاش عن طريق انقلاب أو إن هو اضطر يقتل الحاكم اللي كان موجود إيه قبله. تخيل إن السلطان قايتباي ليه أكتر من 280 أثر مسجل في الآثار والأوقاف، مش في مصر بس، ده في مصر وفي اسكندرية وفي حلب وفي دمشق وفي مكة وفي المدينة وفي القدس. طبعا السلطان قايتباي اللي هو المدرسة بتاعته اللي هناخدها النهاردة دي ايه موجودة على انهي عملة؟ على الجنيه. فلو فكرت كده ان الجنيه اللي معاك ده عليه الجامع مدرسة بتاعت السلطان قايتباي. لو رحت في حلب هتلاقي فيه قلعة ضخمة جدا موجودة اسمها قلعة قايتباي. ولو رحت اسكندرية هتعرف ان فيه عنده ايه؟ قلعة قايتباي اللي موجودة على البحر في اسكندرية. في القدس قدام قبة الصخرة على طول في عندك سبيل جميل جدا معمول اسمه سبيل قايتباي. القبة الخضراء اللي لسه موجودة لحد النهاردة في المدينة وترممت في عهد العثمانيين كان اللي أسسها أصلا السلطان قايتباي. المدنة الثالثة اللي موجودة في المسجد الكبير الرئيسي اللي موجود في دمشق هي إيه؟ مدنة قايتباي. المدنة الثانية اللي موجودة في الأزهر هي مدنة قايتباي. يبقى هذا الرجل بصمته في العمارة في كل حتة من أنحاء الدولة الإسلامية. هو تم ترشيحه للعرش بطريقة غريبة جدا، إن هو بعد انقلاب معين كان هيحصل حرب أهلية بين الأمراء المماليك، وما لقوش حد يفض الاشتباك اللي هم يختاروا واحد نيوترل. النيوترل ده كان مين؟ كان السلطان قايتباي. فالطرفين المتنازعين اختاروا ان هم يحطوا قايتباي على سدرة الحكم لدرءا للمفسدة، وهو اساسا ما كانش ليه فعلا رغبة. لكن لما وصل الى الحكم كان شاطر جدا، وعمل طريقة في التعامل مع الناس اللي ممكن ينافسوه على الحكم بطريقة الايه؟ اللي هم rivals to the post of equal authority، يعني يحط الناس المتنازعين في مراكز عكس بعض، فيمسك واحد مثلا المخابرات الحربية والتاني يمسكوا مين؟ المخابرات الايه؟ العامة. يقوم الاتنين ينشغلوا بان كل واحد منهم ماسك منصب مهم، ويفضلوا هم طول الوقت مشغولين بان هو كل واحد عايز ايه؟ يسيطر على التاني. زيارته للحجاز فوجئ بالفقر الشديد اللي موجود في الحجاز، طبعا الحجاز اللي هي النهاردة السعودية. فقرر ان هو يهب جزء كبير جدا من اوقافه وثروته لرفع المعاناة عنهم. وفي المرة التانية لما راح المسجد النبوي كان حصل حريق شديد في المسجد النبوي، نتج عنه ان المدنة وجزء كبير من المسجد اتحرقوا وانهاروا، فقرر ان هو يجدد المسجد النبوي على نفقته الخاصة. ولحد النهاردة هتلاقي ان اسمه مكتوب قام بعمل هذه المقصورة السلطان قايتباي، ودي لسه موجودة في المسجد النبوي في المدينة. موتة طبيعية. He died of illness and he was buried in his own mausoleum. يعني مش بس مات موتة طبيعية، ده كمان يعتبر من الناس القلائل اللي تم دفنه في الضريح اللي كان مخصصه لنفسه في مدرسة قايتباي.
هتبص تلاقي ان المدرسه بتاعته مكونه من جزئين، جزء كان عمله اصلا لما كان امير، وجزء كمله لما بقى سلطان. الكومبلكس بتاعه مكون من مدرسه ومن سبيل ومن جامع ومن كتاب ومن ضريح. ايه اللي مش موجود هنا؟ اللي مش موجود هنا طبعا اللي هو الخنقاه، واللي احنا قلنا ان هي الخنقاهات دي كانت موجوده في اوائل عصر المماليك البرجيه زي بتاعه فرج ابن برقوق. زي فين العناصر؟ بطلع من سلم هنا عند رقم واحد بلاقي 2 و3. ايه 2 و3؟ كتاب. ورقم 5 الايوان، يبقى رجعنا تاني للطراز بتاع الايوان، ده الايوان الكبير اللي فيه المصلى والمحراب. وبعد كده عندك فناء داخلي، وده يمكن الفناء الوحيد او الساحه الوحيده اللي هي ايه مغطاه، يعني دي مش مفتوحه للسماء، دي ليها سقف، وهنشوف الصور دلوقتي. وبعد كده عندي بقيه الايوانات 1 2 3، وبعد كده بتخش من على الجنب هنا تلاقي نفسك تحت القبه اللي هي مدفون فيها مين؟ قايتباي، اللي هي 7 اللي هي الموزليم. قارن المكان الموزليم هنا بالمكان الموزليم اللي كان موجود عند السلطان حسن. ايه الفرق بين الاثنين موزليمز؟ ده كان فين وده كان فين؟ يلا، في جامع السلطان حسن كان الموزليم معمول ورا المصلى، بحيث كاننا قلنا كاننا ايه، كانك بتصلي عليه صلاه الجنازه دايما وانت ايه وانت واقف. اما هنا الطريقه العاديه الشرعيه اللي هو موجود بجانب الايوان وجزء منفصل، وشايف طبعا تخن الحيطان اللي موجوده في الموزليم، مما يدلك ان فوقيها في ايه قبه ضخمه اهي موجوده، والروعه بتاعتها والزخارف. هتلاقي المثلث اللي بينقل من القبه للمربع. ليه الابداع والعجب؟ لان هنلاقي ان فيها الزخارف الجيومتريكال وعليها كمان الزخارف النباتيه، بالاضافه الى انها متصممه نحتا على الحجر على سطح كروي متناقص الابعاد، ورغم ذلك ما تلاقيش فيها ايه غلطه واحده، ما تلاقيش فيها حته بايظه. يبقى ده بالنسبه للقبه، وده بالنسبه للمدخل. هتلاقي ان المدخل بتاعه تراي ليف برضو زي مين؟ زي فرج ابن برقوق، وعليه النقوش مختلفة ده. هي ما فيهوش بقى المقارنصات الضخمة اللي كانت موجودة في السلطان حسن، وتركز قوي في الاختلاف ده. دي بعض نماذج من الزخارف اللي موجودة في قايتباي. هتلاقي زي ما كنت بحكي لك اللي هي المثلث اللي عند القبة اللي هو كونكيف وكونفكس. هتلاقي التيبيكال ايدنتيتي بتاعت المماليك البرجية اللي هم 3 شبابيك و3 دوائر فوق بعض. هتلاقي القبة الموصوفة الجميلة اللي قلنا عليها، وهتلاقي عندك في الصحن أو في الفناء الداخلي اللي متغطي وفوقيه حتة اسمها الشخشيخة اللي هو الشبابيك العلوية اللي بتدخل نور وبتخرج الهواء السخن. وعندك المدنة اللي تعتبر نموذج هندسي رائع في التناسق والتناغم من قاعدته لقمته. بيعتبروا على فكرة بيعتبروا أن المدنة بتاعت قايتباي ده هي أجمل مدنة من ناحية البروبورشنز والزخارف اللي فيها في كل تاريخ المماليك. دلوقتي احنا هنتقسم لبريك اوت رومز، هتروح تحل بازل. الهدف من البازل ان انت تجمع الثلاث مداخل دول وتقول لي which of these is called what، ده بوابة ايه ودي بوابة ايه ودي بوابة ايه.